منذ بداية العام والمفتشية العسكرية دؤوبة في عملها التفتيشي. اليوم تتوجه المفتشية العسكرية لإجراء التفتيش الفحصي في مقر قيادة الفرقة 14 وألويتها وأفواجها. ابقوا معنا والتفاصيل. هذا اليوم بدأت المفتشية العسكرية العامة بتنفيذ خطة تفتيش الجيش لعام 2019، وبدأناها في فحص الاستعداد القتالي لمقر وتشكيلات قيادة فرقة المشاة 14. هذا الفحص راح يشمل كافة الجوانب التعبوية والإدارية والفنية وعمل المقر والتدريبية، طبعا بالتأكيد راح يكون مفصل ودقيق. مجاميع التفتيش باشرت من صباح هذا اليوم الباكر بفعالية العرض الصباحي، كنا في مقر فرقة وفي أيضا في التشكيلات وكل وحدات. كل المفتشين الآن توزعوا لأعمالهم لفحص هذه الجوانب. هذا أول يوم حقيقة حضروا سائر المفتشين والسيد المفتش إلى ساحة العرضات لاستلام الموجود، وكذلك الآن يحضر بالحركة الفورية لمدفعية الفرقة 14. حقيقة إجراءات التفتيش تأتي لصالح الوحدات ولصالح المراتب والضباط من أجل الوقوف على النواقص والأخطاء من أجل تقويمها، وكذلك مساعدة لكافة القادة والآمرين بإيجاد الحلول المناسبة، وكذلك مفاتحة المراجع بسد النقص من خلال تقارير المفتشية العسكرية. الحقيقة هذا الواجب هو أول واجب ينفذ لخطة تفتيش 2019، وإحنا زمرة الهندسة العسكرية نقوم بتفتيش التدريب الاختصاصي لكتيبة هندسة الميدان فرقة 14.
مشاهدينا، عملية التفتيش مستمرة. الآن يتوجه السادة المفتشون إلى عملية الهندسة العسكرية، كتيبة هندسة ميدان التابعة للفرقة 14 لإجراء التفتيش الفحصي لها. ابقوا معنا. طبعا تشرفت كتيبة هندسة ميدان فرقة المشاة 14 بزيارة السادة المفتشين التابعين للمفتشية العسكرية العامة، زمرة الهندسة العسكرية برئاسة اللواء صباح كاظم منصور والزمرة المرافقة له من السادة المفتشين، وحيث وقفوا على الجوانب التدريبية والاختصاصية التابعة إلى كتيبة هندسة ميدان. وبالحقيقة هم كانوا خير عون إلى هذه الكتيبة كونهم معلمين لهذا الجيش العراقي، ونستفاد من كافة المعلومات التي يطرحونها وتثبيت كافة السلبيات ومعالجتها. وبالأكيد عن طريقهم كل طلبات سد النقص وكل الأمور المتعلقة بالجانب الاختصاصي يتم حلها. تقييم العمل والجهود ومتابعة الأداء هدف طالما سعت إليه المفتشية العسكرية في كل جولاتها للارتقاء بالمؤسسة العسكرية العراقية. لإعلام وزارة الدفاع، محمد الموسوي.